النهارده بقى جايب لك هدية حلوة على كل إحالة في البوت ده تاخد 1 دولار، ودي أكتر طريقة أنت هتشتغل عليها. البوت يا أبو الصحاب هو بوت في تليجرام، بوت أنت بتشتغل عليه في تليجرام وبتكسب منه عملات رقمية مجاني، عملة الدولار. أنا كنت نزلته لك على قناة تليجرام، لو أنت مشترك فيها أكيد اشتركت وأكيد اشتغلت عليه. الفكرة بتاعته بتكسب من 3 طرق. الطريقة الأولى اللي هي السلسة وسهلة جدا، المجاني لكل الجميع، بتكون فيك فواكه وخضروات بنزرعها وبنحصدها، بيكون ليها وقت وبنكسب كوين. الكوين ده بيتحول لعملة الدولار، والعملة الدولار بتوصل عملة تونكوين اللي هي عملة تليجرام. الطريقتين التانيين زي ما قلت لحضرتك، على كل حالة بتاخد 1 دولار مباشر فوري بمجرد ما بتسجل كده، حتى لو احالات بتكون وهمية. الطريقة الثالثة طبعا انك انت بترفع مستويات، كل حاجة دلوقتي هشرحها لك في قلب الفيديو، لكن لازم تبقى عارف طريقة السحب مجاني 100%، بس في واحدة ليها شروط والتانية ليها شروط اقوى والتالتة بتكون مجانية. فانا هشرح لك كل حاجة دلوقتي. انت دلوقتي بتتفرج على قناة كونفيرم، ما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. زي ما قلت لحضرتك طبعا العمله انت هتوصلك عمله تون كوين، بس احنا بنكسب عمله الدولار، وده العمله طبعا وصلتنا، وصلنا عملنا 4 اثبات سحب بيوصل في نفس الوقت. زي ما قلت لحضرتك احنا بنكسب عمله الدولار، ولكن البوت بيحولها لنا لعمله تون كوين، وده الافضل، تقدر انك انت تبدلها براحتك. دي الاثباتات اللي احنا عملناها، عفوا كانوا 6 اثباتات مش 5 اثباتات زي ما احنا كنا متوقعين. زي ما قلت لحضرتك السحب بيوصل في نفس الوقت، في 3 طرق للسحب هشرحهم لك، فركز معايا يا ابو الصحاب. زي ما قلت لحضرتك انا كنت منزلك الاير دروب فوري على الصبح مجاني على قناه تليجرام، فلو انت مشترك معانا اكيد سجلت فيه، لو انت مش مشترك دي القناه اللي احنا بننزل عليها شغل تليجرام يا ابو الصحاب، بتلاقيها موجوده عندك في اول تعليق وموجوده عندك في الوصف. بكتب لك كل حاجه في تليجرام وبكتب لك كل حاجه بالدقيق. بتخش انت على فري او اس تي او ادخل على البوت او بوت الربح، بتدوس عليه بيفتح معاك يا ابو الصحاب. ركز، الشغل كله في تليجرام، مش هنحتاج نروح في اي مكان تاني. انت بمجرد ما بتدوس على تليجرام هو بيفتح لك صفحه البوت في تليجرام، بيفتح معاك بالشكل ده، بياخد له ما بين تقريبا 10 ثواني لحد 30 سنه تكون لحقت تعمل فيهم لايك، عشان انت نسيت تعمل لايك، وشكرا مقدما على اللايك اللي انت هتخبطه دلوقتي. بعد طبعا ما بتعمل كده البوت بيفتح معاك، كان عارف ان الصوت واضح بس هنكمل الفيديو. بتلاقي حضرتك هنا عمله الدولار، بمجرد انت ما بتسجل على طول بتاخد بونص مجاني. البونص المجاني ده عباره عن انك انت بتاخد 10 سنت، لكن ال 10 سنت تتحول لك ل 1 سنت. ازاي هتفهم كل حاجه دلوقتي بالتفاصيل؟ لان الكوين ال 1000 منه عامل 1 دولار، هتفهم كل حاجه دلوقتي بالتفاصيل وكل حاجه مجاني. انت بمجرد ما بتسجل البوت بيكون فيه شويه ارشادات. يعني ايه شويه ارشادات؟ بيقول لك دوس هنا، ازرع هنا، اعمل هنا، يعني اصلا مش محتاج ان انا اشرح لك ازاي، ولكن انا ركزت في فيديو النهارده ازاي تخرج الفلوس من البوت. طريقه الربح سلسه وسهله جدا وانا قلتها لك في المقدمه، بس الاصعب مش اصعب، ولكن اللي هو محتاج شويه فنيات كده بيكون السحب يا ابو الصحاب. انت بمجرد ما بتخش على محفظتك او على خرج الرصيد بيقول لحضرتك احنا عندنا شويه مهام كده بتعملهم. في اول حاجه بتسحب 1 سنت، وتاني حاجه بتسحب 3 سنت و30 سنت و1 دولار و3 دولار، وهكذا بيكون عندك بالتدريج. بتربط محفظة التليجرام عندك على البوت، بتربطهم الاثنين مع بعض. هتقول لي يا عم احمد المحفظة بتاعتي مش بتفتح في بلدي، كل البلدان دلوقتي فتحت، زمان ما كانوش بيفتحوا، جرب دلوقتي وهتلاقيها فتحت، ولو ما فتحتش اكتب لي في التعليقات عشان اشوف لك المشكلة دي في الفيديو الجديد يا ابو الصحاب. بتربط محفظة التليجرام في البوت عشان تاخد البونص نستلمه على البوت. طيب طريقة الربح المجاني نبدا بيها عشان الناس كلها تبقى عارفة. الطريقه الاولانيه زي ما احنا عارفين بنزرع، بيكون في شويه مهام فوق موجودين عند حضرتك انت بتكملهم. زي المثال مثلا تزرع 1 قمح وتزرع 3 خس، وبتاخد قدامهم مثلا 5000 كوين. ال 5000 كوين بتعمل بيهم ايه؟ الله ينور عليك، 1 عرق اهو، بنبدل بيهم بعمله الدولار. ما احنا قلتها لك في المقدمه بس انت اللي كنت سارح مني يا ابو الصحاب. طيب كل فواكه منهم او كل خضروات بيكون ليها وقت، على سبيل المثال الخس بيكون 10 ثواني، القمح بيكون 30 ثانيه، البدنجان ولا مش عارف ايه بيكون دقيقه ونص، فانت بتستنى الوقت ده عشان تسحب الكوين عشان تبدله. مش عاجبك الطريقه دي؟ يلا نروح على الطريقه الثانيه يا ابو الصحاب. انت ليك 70 سنت مجاني لكل الناس من غير ما تعمل اي حاجه، بمجرد ما بتسجل من عندنا استلم اول بونص، ثاني يوم هتلاقي حضرتك عندك 10 سنت، ثالث يوم هتستلم بونص، رابع يوم هتستلم 21 سنت، رابع خامس يوم بونص، سادس يوم بونص، سابع يوم اللي هو بعد اسبوع هتستلم طبعا 75 سنت. المجموع الكلي 75 سنت هتسحبهم بشكل مجاني، ودولت ما لهمش اي شروط ولا مهام. ندخل بقى على التقيله بقى اللي انا قلت لك في اول المقدمه يا ابو الصحاب. على كل احاله انت بتاخد عليها 1 دولار، ودي بصراحه فرصه كتيره جدا انك انت تجيب احالات، سهله جدا، ما تقوليش اجيبها منين، يا اما تعمل احالات على حسابك، تعمل محتوى توزعها لاصدقائك، سلسه وسهله جدا، حتى اعمل لك 5 احالات ب 5 دولار وتعالى اعمل لي 5 لايك يا ابو الصحاب.
انت طبعا وانت بتسحب بيقول لك في شروط. هنا بقى الشروط يا ابو الصحاب، لو انت هتشتغل تزرع وتحصد ما عندكش شروط هتسحب 1 سنت 30 سنت، ولكن هتاخد وقت كتير. لو بتشتغل بالاحالات زي حالتك كده بيقول لحضرتك انت بتاخد 1 دولار على كل حاله، بس عشان تسحب الرصيد ده محتاج ان يكون مثلا على سبيل المثال، هشوف دلوقتي كل حاجه عندك بالتفاصيل، هنخش على الحساب الجديد، اول 10 سنت بتكون مجانا مش محتاجه منك اي حاجه، بيفرحوا بيها الناس كده، بتكون حلويات زي اللايك اللي انت فرحتني بيه دلوقتي. ال 30 سنت بيقول لك عايزين منك 1 احاله، ال 60 سنت بيقول لك عايزين منك 5 احالات، طبعا ال 1 دولار بيقول لك عايزين منك 22 احاله. الاعداد اللي انا بقولها ديت بتكون في وقت الفيديو، عشان في ناس بتخش بعد 3 ايام تقول لك عم احمد انت قلت الواحد 3 سنت عامله على 1 احاله وعندي ظهرت 5 احاله، ممكن صاحب البوت يعلي وينقص في الاعداد اللي انا بقولها لك. الحاجات اللي انا بقولها لك دلوقتي في وقت تصوير الفيديو اللي انت بتشتغل عليه او بتصور فيه دلوقتي معانا بنفس التصوير النهارده هتلاقي نفس الاعداد، ولكن في الاغلب الحاجات دي بتقعد لها مثلا شهر او شهرين ولا حاجه ما بتتغيرش، لو اتغيرت انا بقول لك في قناه تليجرام. بس ابو الصحاب ده موضوع حلقه النهارده، البوت انا نزلته لك في تليجرام، وتليجرام انا بشرح لك كل حاجه بالتفاصيل، لو انت هناك هتلاقي كل حاجه كاتبها لك بيكون بالتفاصيل، انا هنا بس بشرح الحاجات اللي هي بتكون صعبه شويه في سحب الرصيد. البوت ممتاز جدا بيديك على كل احاله 1 دولار، اي نعم بيحتاج منك شويه احالات عشان تعرف تسحب، بس انت بصراحه لو عملت لك مثلا 300 احاله زي اللي انا شفتهم دلوقتي الصبح يبقى عندك 300 دولار يا ابو الصحاب. انت دلوقتي اتفرجت على كل حاجه قناتكم في، ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تروح في قناه تليجرام، بنسيب كل الشغل هناك وتعالى نقفل الفيديو.